مرة تانية صباح الخير على كل مشاهدينا. الحديث عن الفنون بشكل عام حديث ما بيندبش، ما بيخلصش، لأن دايما الفنون ليها تطورها، أثرها، امتزاجها مع داخل البيئة، مع أشكال أخرى بتنتج دايما أشكال جديدة. يعني مثلا عندنا الفن التشكيلي، واحد من الفنون المحببة جدا الممتدة في التاريخ، واللي تدخلت مع عناصر أخرى كتبت لها البقاء والتطور، وأيضا أن يكون لها شكل مختلف في التأثير في ذائقة المجتمع. طيب يا ترى إيه اللي بيحصل لما الفن التشكيلي يتدخل مثلا مع فن النسيج؟ وإيه هي طبيعة الزائقة اللي هتكونه؟ وإيه طبيعة الأثر اللي هيصيبه في المجتمع، في الملابس وفي الذوق العام وفي التأثير في الآخر أيضا؟ خلونا نتكلم أكتر عن تداخل الفن التشكيلي مع الفنون الأخرى، وخاصة فن النسيج، مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا في الاستوديو، وهو دكتور باسم أبو دومة الفنان التشكيلي. صباح الخير يا دكتور باسم. الفن التشكيلي من الفنون المميزة جدا اللي ليها تأثير في وجدان المتلقي. لما بيتدخل مع الفنون الأخرى أعتقد هذا التأثير بيختلف تبعا للطابع بتاع البيئة اللي هو بيتواجد فيها. الأول أعرف نفسي للجمهور وهي سعادتك. أنا اسمي دكتور باسم أبو دومة، بشتغل في مكتب وزير الثقافة في مجال تاني غير الفنون، في مجال في العلاقات العامة، أخصائي أول علاقات عامة في مكتب وزير الثقافة. حصل على درجة ماجستير من كلية التربية الفنية سنة 2012، وحصل على درجة دكتوراه من كلية التربية الفنية في مجال طباعة المنسوجات سنة 2021. بالنسبة لسؤال حضرتك، إن الفن داخل في كل حاجة في حياتنا. كل حاجة في حياتنا لازم تكون فيها فن، تعبير على هويتنا المصرية. إزاي أعبر ده؟ أول حاجة بعبر بيها بالفن، قبل الكلام، قبل اللسان. فده يظهر في مثلا فن الطباعة، الفن المجالي، أنا مجال طباعة المنسوجات. بدايته كان من أيام فرعنا، أول ما كانوا بيستخدموا اللون الكرمزي بألوان الأربعة، الكرمزي اللي هو الأحمر، في رسومات بعض الآلهة. بعديها مرورا بدولة الصين اللي كانت بتستعمل الطباعة برضو كفن عشان تعلمنا الحروف. بعديها الفن القبطي في رسم الأيقونات اللي موجود لحد دلوقتي عندنا في كنيسة مثل كنيسة ماري جرجس. ده مش كنيسة ماري جرجس، ده متحف ماري جرجس، مار جرجس آسف التعبير. مرور بعد كده بالفن الإسلامي برضو دخل فيه الطباعة في الكتابة، ككتابة القرآن، تمام، أو الزخارف النباتية والزخارف الإسلامية في بعض حاجات داخل المساجد، واللي هي كتير قوي في المساجد الموجودة في مصر زي مسجد سلطان الغوري، مسجد سلطان حسن، شارع المعز بصفة عامة. ما أقدرش أوصف لك حاجة معينة فيه، مثلا تحس بيها في الزخارف فيها فعلا فن الطباعة فيها ناجح وظاهر قوي. ايه التطور اللي نال فن الطباعه على النسيج؟ والله التطور ان احنا كنا يعني بقى عندنا دلوقتي حوالي فوق عن 10 انواع من انواع الطباعه شغالين بيها، يمكن اكتر. في طباعه اسمها العقد والربط، في رسم مباشر، في الشاشه الحراريه، في البصمه، في المونوتايب. ايه اللي بيفرق في شكل النسيج وبيديله طابع خاص وبيحسسك انه ثري؟ ما ثري ده ان انا بدي النسيج بتاعي بعد. بمعنى ان انا بدي بعد ثالث، مش مجرد ان هو رسم خلاص. لا، ازاي؟ عن طريق الطباعه يعني؟ احنا ممكن نفهم ده عن طريق التطريز؟ ممكن. لا في الطباعه، ان انا بتداخل الالوان مع بعضيها. تمام، بوضع خلفيات. تمام، بتبص تلاقي حضرتك اجزاء فيها اجزاء اماميه واجزاء خلفيه. تمام، الشفافيه اللي ما بين الدرجات الالوان وبعضيها دي بتعمل ثقل، بتخرجك من حته البعد الثنائي للبعد الثلاثي. تمام، يمكن انا موضوع رسالتي عشان يعني وصول للهويه المصريه في الدكتوراه كنت بعملها عن استاذ عظيم رحمه الله، الدكتور فرغلي عبد الحفيظ. وكان مشرف على رساله ساعتها معايا كان الاستاذ الدكتور عفاف احمد عمران، رئيس قسم الطباعه، تمام، الاسبق بكليه التربيه الفنيه.
كنت خدت اعمال الدكتور فرغلي تمام، عملتها طباعه باسلوب من اساليب الطباعه اللي هي الشاشه الحراريه تمام، مع خلفيات من الرسم المباشر، نوع من انواع الطباعه رسم مباشر. ساعتها عايزين نحافظ شويه على الهويه المصريه او نرجع تمام في النسيج بتاعنا ده، في استخدام الموتيفات نفسها في الرسم، في استخدام اجزاء من بعض لوحاته بتكبير وتصغير فيها، لان اكتر الملابس يعني عندنا هتلاقي عليها الهويه الاجنبيه، مثلا برج ايفل، تمثال الحريه. لا ليه؟ ليه ما نرجع تاني منتج مصري؟ يمكن انا عملت ده بالنسبه لملابس السيدات. في رساله تحت استخدام ايه من الموتيفات؟ يعني في بعض العروسه، الرجل الراقص والحصان، الرجل الشعبي، دي بعض اجزاء بتكبير وتصغير فيها الوشوش. ونجح دكتور فرغلي في عمل الوشوش المصريه بملامح مختلفه كتيره. لما نحطها على منسج او على نسيج تمام يخص السيدات، حاجه تحسسني بالهويه، يمكن زي ما وصى بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا عايزين نرجع لهويتنا، عايزين نرجع لهويتنا فعلا، بدل ما نقول مصر. مصر النهارده يعني احنا كنا زمان او في الاربعينات كنا بنصدر يعني للعالم كله، العالم كله فننا، كان الناس بتتعلم مننا الفن. ليه ما نرجعش تاني؟ وده اللي اشار بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنحاول نعمله، بنحاول نوصل له. هل الموتيفات دي عليها اقبال لما بتنزل السوق؟ والله بص حضرتك، كل شيء في اوله لازم يكون فيه يعني تكالب شويه عشان ابتدي احسسه. هي احنا بصفه عامه، الانسان بصفه عامه يميل للجديد. اي حد يميل للجديد، التجديد في اي حاجه. احنا ايه اللي خلينا نلبس ملابس اوروبيه؟ هو الانسان بيميل للتجديد، وده اللي خلق الموضه يعني. بالظبط، الموضه بقى احنا بنبتدي نرجعها عندنا احنا في مصر. طيب مصر كانت عاصمه صناعه الموضه والجمال، كانت بتصدر يعني بتصدر الموضه للدول الاخرى، وده كان في الخمسينيات والاربعينيات. بالظبط كده. شايف ايه المتطلبات اللي احنا ممكن نشتغل عليها في التوقيت ده باستخدام عناصر وموتيفات الهويه الوطنيه، في ان احنا نعمل ده بصوره حقيقيه في وقت الدوله فيه بتهتم على فكره بصناعه النسيج والمنسوجات وفكره الازياء بشكل عام، تشجيع الصناعه بصفه عامه؟ ان انا عشان اشجع الناس دي، ان انا يعني زي ما بقول ايه، اطلق عنان، يعني اخليه يسرح بخياله، هيعمل حاجات كتير قوي، حاجات كتير حلوه. يعني اسالي حضرتك اي مبدع، هتلاقيه انه عشان يطلع، عشان يبدع، لازم يكون في حاله نفسيه مش مستقره، فرحان، حزين، لازم يكون في حاله غير مستقره، لازم يكون فيها حراك عشان يطلع يبدع. ونشجعه ونديله عشان يبدع ويطلع جديد، وما نحبطوش، ما نحبطش. يعني احنا اول حاجه عندنا في الفن ان ما اقولش للواحد شغلك وحش، شغلك جميل رائع. احنا فنانا كان زمان على ما اتذكر فنانا محمود مختار، ساعة ما عمل تمثال لنهضة مصر، كان مجرد كاركتر بسيط كده بيشكله بإيده، خد عالمية. بس لو تشجع، بس ما تشجعش ساعتها في مصر، تشجع في فرنسا. فإحنا عايزين نعمل ده عندنا، والحمد لله عندنا اساتذه كتير مشجعه. طب حضرتك شايف المناخ عامل ايه في المرحله دي؟ هل هو مشجع للفنانين؟ طبعا ولا؟ يعني يكفي ان انا اول ما ابتديت اعمل شغل الدكتور فرغلي رحمه الله استاذي، عجبه قوي. الحلو قوي اللي انت عامله باسم، على فكره حلو قوي اللي انت عامله. كلمه حلو قوي دي ممكن تكون نص حلو، ربع حلو، بس ان هو قال حلو قوي دي رفعتني في السماء. الدكتوره زي مثلا هقول لحضرتك ايه، في عندنا دكتور زميل ليا عمل شغل البركان. يعني ايه يعني ايه بركان؟ ده في الرؤيه البصريه يعني. الرؤيه البصريه يعني ايه بركان؟ لا طب ما تطلع لي البركان ده شكل من الوان الطباعه، ليه لا؟ ونجح فعلا. حد تاني ليه ما عملش مثلا من الرسم على الميه شغل؟
ازاي يعني حضرتك؟ في عندنا احنا حاجات، في عندنا اسمه نقل، دي نوع من انواع الطباعه عندنا، ان انا برسم بالوان، بعمل ثقل للميه تمام، وبحط عليها الوان وبنقلها عن طريق سطح طباعي، قماش بقى، ورق، ايا كان تمام، بيبقى فيه شكل جمالي. ده نوع من انواع الطباعه، ان انا بحللك انت يعني ايه رسم، انت بتضحك عليا، يعني ايه رسم على الميه؟ لا فعلا في رسم على الميه. ويمكن احنا، انا يمكن اخترت مجال كويس قوي قوي قوي، يعني انا بعتز ان انا بختاره، اللي هو مجال الطباعه، لانه مجال لي ثقله. ايه اكتر انواع الطباعه على النسيج انتشارا وليها صدى عند الجمهور؟ والله اكتره البصمه. البصمه ليه؟ اللي اكثر عند الشباب، ان انا بختار حاجه معينه، ان انا عايز احطها على تيشيرت، على بلوزه. عندي عنصر الشباب عندنا يعني يعتبر يمثل الشباب، مبدع الموضه في اي جيل، فان انا اختار رسمه معينه واخلي حد يطبعها لي على التيشيرت ده، انا بعتز بيها. فده يعني ده انتشار، ده انتشار ليا. وايه اللي ليها طابع مختلف لكنها مش منتشره بنفس الشكل؟ والله احنا قعدنا فتره نرسم الحاجات الفرعونيه تمام، بس خلاص يعني مليناها. ملينا الفرعون، ملينا، فعايزين نقوم نمسح حداثه، شيء حديث، شيء جميل. ايه من الموتيفات الفرعونيه اللي كان ليها تواجد وشكل جيد؟ نفرتيتي، شكل نفرتيتي او رمسيس الثاني. بس تاني لحد دلوقتي احنا كنت معتقد ان حضرتك هتقول مفتاح الحياه مثلا او شكل جوار. انا لا، انا بقول لك مفتاح الحياه ده لحد دلوقتي احنا بعمله كسلسله، مش كطباعه، مش في الطباعه، مش في الطباعه، ما لهوش طباعه كتير جدا. لا بس راس احمص مثلا الاقيه اكتر في المعادن. تمام، الاقيه اكتر في النجاره، مجال النجاره، اشغال خشب، دي في عندنا في التربيه الفنيه اشغال المعادن. لكن احنا كطباعه تمام بنعتمد على الصور او اللون اكتر. احنا عندنا اللون بيمثل عندنا 80% من مجال الطباعه. هل في الوان ليها جاذبيه اكثر من غيرها بالنسبه لكم كعاملين في المجال ده؟ والله اكتر لون بيجذب حتى المشاهد اللي هو اللون الازرق. الازرق الفاتح اللي هو بيسمى الزهري. الزهري حتى يحلك، حتى لو حد شاف لون زهري تلاقيه بيبتسم، لون السماء بيبتسم. انت بتبتسم ليه؟ هو كده لون جميل. بعدين اللون الفرعوني اللي هو تحلك في الاول خالص، اللي علفوه عليه الفراعنه، اللون القرمزي الاحمرات بدرجاته الاربعه، عشان جاذبه. جاذبه بالظبط، يعني اللون الاحمر والازرق دول بالنسبه لنا فعلا حجر اساس بالنسبه للفن. ايه اللي حضرتك تتمنى انك تحققه في مجال الطباعه النسيج؟ والله يعني اتمنى احقق اللي ما حققتوش. ايه هو؟ معرفش، ممكن حاجه سمو، يمكن انا دخلت في شويه حاجات، اشتركت ضمن مؤتمر المناخ العالمي عندنا ببعض لوحات ليا تمام، عشان كنا احنا ماسكينه كوزاره الثقافه، بس انا اشتركت كتربيه فنيه، كليه التربيه الفنيه، كحاصل على دكتوراه. فانا نفسي احقق فعلا، يعني ان انا دخلت مؤتمر المناخ ده بلوح ليا، ده شيء من انتشار ليا جميل. اكيد بالتاكيد. شرفتنا بوجودك معنا النهارده. ميرسي زويك، وتشرفت بساعة الجدافة. شكرا ليك، اهلا بيك. انا وسهلا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه يومنا النهارده في هذا الصباح، لكن غدا ان شاء الله يوم جديد وفقرات جديده دوما متجدده ومتابعات متجدده على شاشه قناه نيل الاخبار. شكرا لكم.